إلى هنا ينتهي هذا الموجز الإخباري. مباشرة إلى نيويورك والزميل طلال الحاج الذي يواكب شماعة الجمعية العامة للأمم المتحدة ويستضيف اليوم سامح شكري وزير الخارجية المصري. طلال إليك. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في تغطيات الشارع الدبلوماسي لفعاليات الدورة 78 للجمعية العامة. ويسعدنا الآن أن نستضيف حصريا سامح شكري وزير خارجية مصر. معالي الوزير، أهلا وسهلا بك على شاشة العربية. أهلا وسهلا. وقتنا ضيق، لذلك سندخل في المواضيع الهامة رأسا. شاركتم بالأمس مع جمع كبير من الوزراء وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وقادة الجمعيات الإنسانية في مؤتمر إنساني حول السودان تحت عنوان ثمن عدم التحرك The Price on in Action. تحدثت أنت عن وجود 310 آلاف لاجئ سوداني في مصر حتى الأمس، وكانت الأمم المتحدة قد تسلمت فقط مبلغ 34 مليون دولار لصالح مصر، من مخصصات لمصر تبلغ 126 مليون دولار للتعامل مع مشكلة اللاجئين. مصر تنفق مبلغ 450 مليون دولار سنويا لسد حاجات هذا العدد الحالي من اللاجئين، فما بالك إذا ازداد عددهم بدرجة كبيرة وهو المرجح طبعا. كيف ستسدون العجز؟ نحن دائما نستقبل أشقائنا بكل ترحاب ونقدر الظروف اللي تؤدي إلى النزوح، وال 310 اللي تفضلت وأشرت إليهم هم نتاج الصراع القائم في السودان، ولكن لتاريخ مصر احتضان واستضافة أعداد وفيرة من الأشقاء السودانيين على مدى عقود ماضية، وهم وغيرهم يتمتعون بكل ما هو متوفر لأبناء الشعب المصري من دعم في إطار التعليم، الصحة، الدعم للمواد الغذائية والطاقة، ونقوم بذلك بحكم ليس فقط مسؤوليتنا وفقا للأعراف الدولية والمعاهدات الدولية، ولكن في إطار التضامن، ونتعامل مع أشقائنا دائما بهذا القدر من الحفاوة والتقدير لهذه الظروف الاستثنائية. فلن نفكر في القيمة، ولكن بالتأكيد أنها تشكل عبء، ولكن نتحمل هذا العبء والشعب المصري يتحمل هذا العبء من أجل أشقائه مراعاة لظروفهم، ونتوقع من الدول المانحة، الدول المقتدرة، أن تتحمل هي أيضا مسؤوليتها وأن توفر الدعم الملائم للدول المستضيفة، وليست فقط مصر ولكن أيضا دول الجوار، سواء كانت شاد أو جنوب السودان أو غيرها من الدول، عليها أن يتحملوا مسؤوليتهم، لأن تعلم أن قضية الهجرة غير الشرعية ووصول المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية أصبحت من القضايا السياسية الشائكة اللي بتثقل على الحكومات الأوروبية، ويتخذون إجراءات ويضعون سياسات مكلفة لهم ولا يراعون الاحتياجات والضغوط اللي تقع على الدول المستضيفة. فكان الهدف هو تحفيز الدول المانحة وتحفيزهم على الوفاء بما تعهدوا به من دعم، وتقديرهم أيضا لما تتحمله الدول المستضيفة والتي ترفع عن كاهلهم هذا العبء. في العاشر من سبتمبر الجاري أعلن أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا عن إتمام الملء الرابع لسد النهضة، وكان هذا تحركا أثيوبيا من جانب واحد، يعني وكثيرين اعتبروه بمثابة شهادة على فشل الجهود الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة. حاولتم استخدام مجلس الأمن في الماضي، جئتم إلى هنا ومعكم وزير خارجية السودان، وألقيت بخطاب قوي جدا داخل مجلس الأمن أذكره حتى هذه اللحظة، وما فعله مجلس الأمن وأحال الملف ثانية إلى الاتحاد الأفريقي، ونعرف ماذا حدث في أو لم يحدث من قبل الاتحاد الأفريقي. ما هي الخطوة القادمة؟ هل رشح لكم هنا في نيويورك أي شيء يبشر
باحتمالية التوصل إلى حل سلمي دبلوماسي؟ نحن دائما نبدي عدم موافقة على الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في إطار الملء دون التوصل للاتفاق. نؤكد بأن ذلك يخالف اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه في مارس من 2015، اللي كان هناك تأكيد واضح بأنه لن يتم الملء إلا بعد التوصل للاتفاق. فهذا تكرار للإجراءات الأحادية ويضع شكوك حول ما هي النوايا الإثيوبية. ولكن بالرغم من ذلك هناك اتفاق تم على هامش اجتماع دول الجوار في اللقاء الذي جمع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. من خلاله تم استئناف العملية التفاوضية ولكن في إطار زمني محدد 4 أشهر. تمت الجلسة الأولى في القاهرة وخلال يومين سوف تنعقد الجلسة الثانية في أديس أبابا. نأمل أن يكون هناك تغير في المنهج من قبل الأشقاء في إثيوبيا، أن يبدو المرونة. القضايا تم تداولها والبحث فيها على مدى عقد أو ما يزيد من الزمن، فإذا كانت هناك إرادة سياسية لا أتصور أن يستغرق صياغة الاتفاق أكثر من أسبوع. أما إذا لم تتوفر هذه الإرادة سوف نستمر في دوائر مفرغة لن تؤتي بنتيجة، وربما هذا هو الهدف. ولكن لا نصادر على القضايا وننتظر لانقضاء هذه الفترة التفاوضية، بعدها هيكون واضح للجميع إلى أي قدر كان هناك استعداد للتوصل إلى الاتفاق، مثلما توصلت دول كثيرة أخرى إلى اتفاقات وفقا لقواعد القانون الدولي تنظم الاستغلال المشترك للأنهار العابرة للحدود. بالنسبة لليبيا، تعازينا أولا القلبية جميعا لكم بالضحايا والجرحى والمفقودين في كارثة الفيضانات في ليبيا. الحكومة المصرية قدمت مساعدات كثيرة لليبيا وأرسلت بفرق الإنقاذ وأقامت مخيمات في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية. هل تتوقعون موجة جديدة من المهاجرين لليبيا؟ وضع بالتأكيد وضع مأساوي، وتهز الفرصة لأعبر عن تعزية لأشقائنا من الليبيين وأيضا لأسر الضحايا المصريين. كارثة تؤلمنا جميعا، ونقوم بكل جهد لتوفير الرعاية والخدمات للأشقاء الليبيين في موقع الحدث، وأتصور أنه هذا هو ما يتعامل مع الأزمة الإنسانية الكبيرة ويعفي الأشقاء في ليبيا من الحاجة إلى النزوح إلى مناطق أخرى. بالتأكيد هناك مراحل كثيرة منها إعادة الإعمار، ولكن الآن هو رعاية المصابين، التعامل مع توفير المواد الضرورية الأغذية الأدوية، وهذا نقوم به بكثافة وباجتهاد شديد. بالنسبة لإيران، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال ليلة البارحة هنا في نيويورك أنه لا يرى أي عقبات لإقامة علاقات مع مصر. والتقيت سيادتكم بالأمس بوزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان هنا في نيويورك، فهل نعتبر هذه مؤشرات على تحسن العلاقات وربما رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين؟ العلاقات المصرية الإيرانية على مدى العقود الماضية كان يشوبها قدر من التباعد، ونحن رصدنا في خلال السنة الماضية كثير من الإشارات الإيجابية استقبلناها أيضا بإيجابية من جانبنا، أخذا في الاعتبار بأنه ليس هناك تقاطع أو عداء فيما بين البلدين، وإنما هناك رصيد حضاري وثقافي يربط بين الشعبين، ورغبة دائمة في أن نعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة وإزالة أي توترات. اللقاء بالأمس كان لقاء فيما بيني وبين وزير خارجية إيران، لقاء
مثمر تم خلاله تناول قضية العلاقات الثنائية، ما هو متوقع من قبل الجانبين حتى نضع خريطة طريق لكيفية الوصول إلى نقطة العلاقات الطبيعية مرة أخرى. وبالتأكيد أنه هناك مناحي وعناصر مختلفة ومتنوعة ذات اهتمام بالنسبة للجانبين، ضرورة من أن نضع الأطر الموضوعية وأن يكون هذا المسار مسار إيجابي يحقق طموحات ومصالح الشعبين بشكل متساوي. لاحظنا هنا في نيويورك تنسيق كثيف ومميز بين البعثة السعودية والبعثة المصرية على عقد مثلا مؤتمر الشرق الأوسط، مؤتمر السودان. هل هذا ينعكس على العلاقات بين، هل هو دليل على عمق العلاقات بين السودان بين السعودية ومصر؟ بالتأكيد العلاقات هي علاقات لها طبيعة خاصة، وهي علاقات متجذرة وعميقة على كافة المستويات، القيادة والمستوى الوزاري والمستوى الشعبي والامتزاج والترابط بين الشعبين والقيادتين والمسؤولين، أمر لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار والتنسيق المستمر فيما بيننا لتحقيق المصالح المشتركة. وهناك رؤية مشتركة وهناك أهداف مشتركة يتم تعزيز الوصول إليها من خلال التنسيق، وهذا شيء اعتدنا عليه ونسعى دائما له. والتواصل فيما بيني وبين سمو الأمير فيصل مستمرة ودائمة، وكما تفضلت بتسفر عن خطوات تصب في مصلحة البلدين ولكن تصب في مصلحة القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام. بالنسبة لتركيا، التقى الرئيس السيسي بالرئيس التركي أردوغان فهل سنرى زيارة مرتقبة بين البلدين أم أنها ستترك لما بعد الانتخابات الرئاسية العام القادم؟ هناك كان مسار لتطبيع العلاقات المصرية التركية، وكان هناك اتفاق على خطوات من الزيارات المتبادلة، وتم الانتهاء من هذه الجولات باستعادة التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء، وتم تعيين سفيرين للبلدين في عاصمتيهما، وسوف تسير العلاقة بشكل طبيعي، يتم فيها الزيارات المتبادلة على كافة المستويات وفقا للحاجة وفقا للمسار ووفقا للارتباطات. ارتباطات القيادات دائما بتكون مثقلة بكثير من الالتزامات، وتأتي زيارات على مستوى الزعماء وفقا لتطور العلاقة ومختلف مناحيها. سؤال أخير، التحديات الأمنية في السودان، التحديات الأمنية في ليبيا، في غزة، ما أثرها على الأمن القومي المصري؟ الاضطراب بصفة عامة في المنطقة له أثر سلبي سواء على الأمن القومي المصري أو الأمن القومي العربي، ويفتح المجال لكثير من التحديات، انتشار التنظيمات الإرهابية، عدم وجود المؤسسات التي تطلع بمسؤولياتها سواء كانت المسؤوليات الأمنية أو مسؤولياتها في توفير الخدمات لشعوبها، بما يفتح المجال لاستغلال الجريمة المنظمة وقضية الهجرة غير الشرعية، وكل هذا الأمور لا تعزز من الاستقرار وتجعل من التحديات. لكن يؤكد مرة أخرى أن الاهتمام والتركيز الذي نولي لفكرة استعادة الدول لمقاومتها، للاعتماد على المقاومات الدولة الوطنية لتحقيق الاستقرار، للتعبير عن إرادة الشعوب، ضرورة الوصول إلى حكم يعبر عن إرادة الشعوب، يدعم من مؤسسات الدولة حتى تطلع بمسؤولياتها ويصبح المنظومة متكاملة لتحقيق الاستقرار للجميع. سامح شكري وزير خارجية مصر، شكرا جزيلا على هذه المقابلة الحصرية وعلى أفكاركم النيرة. ألف شكر. شكرا.
مشاهدينا الكرام، فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للجلوس إلى ماريانا سبولاريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فلا تذهبوا بعيدا. جلالة الملك قالي شو أنا اللي بنعرض الوحدة، أنا فخمت عقيد. عدت إلى القذافي ونقلت له ماذا قال؟ حقيقة شعرت أنه انزعج، انزعج انزعاج شديد. اتفقوا على اللقاء في وجدة، أنا ما بلغونيش، ولا اللي هندست كل شيء وبعدين. طيب شو اللي صار يعني؟ شو السبب اللي أنهى الاتحاد؟ وحقيقة العقيد يعترف أنها أخطاء. متى قال أخطأنا؟ الأمين الأخير لمؤتمر الشعب العام في ليبيا محمد أبو القاسم الزويي، الذاكرة السياسية، الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. الأخبار لا تتوقف أبداً، الناس تحصل عليها من عدة مصادر، من وسائل مختلفة طوال الوقت. ملفات راهنة وآراء شتى، منها ما هو مهم وما هو أهم، ويستدعي أن نسلط الضوء عليه لنناقشه. نضعه في عدسة واحدة لنكبر الصورة لأبعد الحدود، نحلله، نستكشف تفاصيله، أبعاده وتداعياته. بانوراما من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسعدنا الآن نستضيف ماريانا سبولاريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نرحب بك في قناة العربية السيدة الرئيسة. أود أن أتحدث عن السودان في البداية، فقد مر على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان زهاء 40 عاما، لكن ما هي أنواع المساعدة التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان؟ لقد مر على وجودنا في السودان ما يقرب من 4 عقود، والوضع الإنساني معقد للغاية ويبعث على القلق. وإننا موجودون في الخرطوم ونقدم المساعدات الطبية ونسهل العبور الآمن للأشخاص والمدنيين وأيضا بعض المجموعات. وفي الآونة الأخيرة في الأسبوع الماضي قمنا بتسهيل إطلاق سراح 30 قاصرا. لدينا مشاكل في الوصول إلى السكان المدنيين في كل في مناطق مختلفة التي هي أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية. نفعل قصارى جهدنا لوقف إطلاق النار بحيث يمكننا العودة لدارفور. بالنسبة لاتفاقية وقف إطلاق النار، ما الذي تحتاجونه على وجه التحديد من السلطات السودانية؟ إننا بحاجة لقدرة الوصول إلى المناطق بحيث يمكننا الدخول إلى البلاد، بذلك دخول موظفين وطاقمنا الدولي. وأثناء وجودنا في البلاد لابد للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بحيث يمكننا الوصول إلى السكان المدنيين، والسلطات لابد لها أن مساعدتنا في الحصول على هذه الاتفاقيات. تسعون لتوسيع نطاق عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، هل لك أن تخبرنا قليلا عن خططكم؟ إن طموحنا يرمي للوصول إلى دارفور بأسرع ما يمكن. فقد كنت في تشاد في الأسبوع الماضي على الحدود بين دارفور وتشاد، والوضع الإنساني هناك يبعث على القلق بشدة. لابد لنا من تقديم المزيد من المساعدات للأشخاص بما في ذلك إلى منطقة دارفور والسودان، وهذا نسعى لتحقيقه بأسرع ما يمكن. بعد فيضانات 10 سبتمبر التي ضربت ليبيا، أوتشا تقدر أنه ما يصل إلى 884 ألف شخصا من 5 مناطق يعيشون في المناطق التي تأثرت بالشدة بسبب العواصف والفيضانات المباشرة في ليبيا. ما الذي تفعله اللجنة الدولية للصليب الأحمر هناك؟
اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها فريق مؤلف من 4 أشخاص هناك في أعقاب تلك الفاجعة، ولدينا بعثة ويتم تحدث من قبل هذه اللجنة إلى وسائل الإعلام أننا بحاجة إلى المزيد من المساعدات والطبية والغذائية التي تعد ملحة في الفترة الحالية، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين لم يعد لديهم أي منازل أو مأوى. الحكومة المغربية وفي عقاب الزلزال اتخذت قرارا بأنها سوف تتلقى مساعدات فقط من قطر والمملكة المتحدة وأسبانيا والإمارات، وقالت الحكومة بأن قرارها يرمي لتفادي سوء التنسيق أو مقاربة سوء التنسيق. بحكم خبرتكم، هل يمكن لعمليات الإنقاذ الكثيرة أن تعرقل الجهود؟ أن التنسيق بين الجهات الفاعلة في مثل هذه الظروف قد تكون ضرورية، ولا سيما عندما يكون لدينا أزمة من هذا النوع. لدينا هناك فرق من الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ونقدم لهم المساعدة المطلوبة لأنهم هم أقرب من الناس وبمقدورهم تقديم المساعدة المطلوبة بدعم مننا. وكذلك أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل منذ 50 عاما في اليمن، ما هي المشاريع الخاصة بكم هناك؟ اليمن أيضا هي أحدى الدول الأساسية التي تركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملها هناك، رغم أننا لا نتحدث عنها كثيرا، لكنها لا تزال من الأوضاع الإنسانية التي تبعث على قلق شديد، وخاصة أن 80% من السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدة طبية أو مساعدة من نوع أخرى. نركز على قدرة الوصول على المياه والمساعدة الطبية، ونركز أيضا على توزيع المواد الغذائية. في 11 سبتمبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بتخفيض أكثر من 270 وظيفة، فضلا عن 1800 وظيفة قد تم الإعلان عنها في مطلع هذا العام، وهذا قد يكون نتيجة لتخفيض التمويل الذي سوف يمتد إلى عام 2024. إلى أي حد سوف يؤثر هذا على عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟ لقد أثر الأمر بالفعل على عملياتنا، وأننا نعيش في أوقات عصيبة في تاريخ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونواجه أكثر من 100 سياق للصراعات، ولا بد لنا أن نهب في السودان وفي ليبيا واليمن وسوريا في أعقاب الزلزال. لكن مستوى التمويل الذي يفي ويضاهي هذه الصراعات لا يعد موجودا وكافيا، ونفترض أن الاتجاهات الاقتصادية والمالية على مر السنوات المقبلة سوف تجعل الأمر بمثابة حجر عثرة علينا للوفاء بكافة وجودنا في كافة هذه المناطق، وقد اضطررنا لإلغاء هذه الوظائف وليس أمرا طبيعيا. السيدة ماريانا سبولاريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شكرا جزيلا على وجهة نظرك هذه، ونتمنى لكم الحظ الوافر. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا الأعزاء على كرم متابعة، وحتى نلتقيكم في الغد وفي نفس الموعد، نترككم في أمان الله.